أنا بالبيت. لا، ما أنا بإصبعي، بجزداني. طيب فيني أجي؟ وأنا كمان وكتير. يلا نحن جاهزين. خلدون، هيئتك صرت منيح؟ طبعا الحمد لله. لوين؟ طالعين مشوار؟ ايه والله، تعي معنا اذا بدك. لا مرت خالو، يلا طلعوا مع بعض وانبسطوا بوقتكم. اذا بتحبي من وصلك بطريقنا. على ما يبدو كله سمع الخيط وهرب. وليش يا ترى؟ نازان، فيك تأخري، طلعتك بدي أحكي معك شوي. بصير. يلا يلا خاطركم، يلا 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 حبيبتي يلا. طيب بنعملها دائرة بيضة؟ لا، هيك منشجع المخدرات. يا جماعة بلا ما تعلقوا على بعض، خلونا نفكر بشي جديد ومختلف ما بيخطر على بال حدا يساوي. الحليب هدية الطبيعة والجبنة هدية الحليب. حلو، بس هالفكرة كتير مطروقة وما فيها أي شي مميز بنوم، لازم نركز أكتر من هيك. شو رأيكم نرتاح وناكل شي لأمي؟ بلكي بيشتغل مخنا شوي. أوكي، معناتها خليني أنا أعزمكم على الغداء. نعم حبيبي. فيكي تطلعي شي ساعة؟ هلا مشغولة كتير حياتي، في شي مهم؟ صواعش ما هيك؟ إذا بطلع شي ساعة بعطلكم؟ لا، روحي منكمل بعدين. أخدت إذن من الشغل. طيب يلا باي. بشوفك. شوفي شو بدك؟ ليش تقلاني وما عم تردي علينا؟ شو صاير لك سيفقي؟ شو بدك بورا؟ أكيد بدي إياكي توفي بوعدك يا روحي، وين كمسيوني؟ ما رح أعطيك ولا قرش واحد. عن جد حبيبتي؟ ما بدك تعطيني؟ من شوي أنا حكيت مع مراد، وطبعاً حكالي عن صور ياسمين وصواش، حابب يشرح لك أكثر؟ حاجة تألف قصص. طبعاً طبعاً، مشان هيك رحتي اتصلتي بالرجال بنص الليل. طبعا اتصلت، ليش بدي خليه ينشرها؟ اسمعي انا ما باللعب معي يا سيفكي، وما رح ضيع وقتي معك بورا، ما رح ضيع وقتي معك، فهمت؟ ستنا الوالدة، تسمحي لي هلأ أطلع على السوق؟ أشرف ناطرني. ماشي ماشي اطلع. إلهام، خبري الشباب مشان يجهزوا سيارتي. أمرك إختي. كملي أمي. ليكي، أنتي بنتي الغالي والوحيدة، وأنا ما بيهمني بالدنيا غير مصلحتك. لا تيأسي أبداً من الحياة، أنتي هلأ بعز إصباكي. طبعا اذا الله قدر لي، الا ما يطلع له شي واحد قدامك ويدخل على قلبك، وراح تعيشي حياتك من اول وجديد وترجعي تدوري طعم السعاده. ها مين بيعرف؟ انا رح روح، بنكفي حكي بعدين. حبيبي شوفي، تركتهم كتير مشغولين واجيت لحتى شوفهم.
لقدر لك. ليك ما في معي غير ساعة واحدة. طيب لا تقلي انه صار جاهز. شو حلو ياسمين، ما بقى فيني اتركك وارجع البيت لحالي، كتير صعب علي انام بلاكي. وانا نفس الشي. رح نتزوج، رح نسكن بهذا البيت. اسمع، خلينا نحط بالبيت بس الشغلات اللي منحبها، لازم كل الاغراض تذكرنا ببعض. ماشي موضوع تشيتشك، انت بدك تحله. لا تفكر اني ماني مصدقتك، بس قصدي نحن لامتى بدنا نضل متخبيين هيك؟ ياسمين، انا قلت لك وتفهمت الموضوع. تفهمته بس اعصابي تعبت منه. كل ليله بتتركني وبتروح لعند تشيتشك وانا بضل بالبيت لحالي. ياسمين، بس هي مانا زوجتي، بس لانه اخي. لك طيب عاداتكن هيك. سواش بترجاك فهمني، لإمتى نحن رح نضل عايشين هيك؟ أنا وعدتك ورح أوفي بوعدي. وعدتني، بس نفذ لو سمحت. فكرتي باللي قلت لك ياه؟ فكرت يا احمد اغا، وجوابي لا. تراجعتي عن وعدك لحسيبة خانو؟ هذا الوعد اللي اعطيتها ياه انا بس اللي بعرفه بخصني، والكلام الزايد الفاضي كله انتهى. هذا اخر كلام عندك؟ معناتها اللي رح يصير هلا انت المسؤولي عنه يا شهنور خانو. امرني. خلي رسول يجهز السيارة. بدنا نزور البلطاريين، جيبوا سلاح كمان. امرك اغا. هدول صاروا جاهزين، اذا بدك اتأكدي منهم. مبروك، الوكالة الجديدة حلوة. خد هي وانقلع وروح، لا انت ولا تهديدك بيخوفني. هذا تمن اني ما اشوفك مرة تانية. لا، قلت هيك عم تكسري بخاطري. بيقولوا الصديق القديم ما بصير عدو. لك انت شو نوعك ها؟ كنت مفهمني انه الدياني عم يلحقوك؟ بس طلعت عامل لحالك سروي برات البلد وبالسر. سيفكي، كل واحد فينا عم يشوف وين مصلحته، انت وانا. لو عرفتي بهالشي لما كنا سوا ما كنت فتحتي تمك بحرف واحد. بكفي، ما بدي اسمع اكتر من هيك بورا. لا تقرب لا مني ولا من ياسمين. ماشي، برأيي مو مشكلة بنوب. رح اتفهم وضعك وسايرك وقول انك زعلاني مني، بس انا حر بقرب عمين ما بدي وبصاحب مين ما بدي، ما حدا دخلوا فيني بنوب. خليني اخذ هالشيك. ايه يلا لنشوف. ان شاء الله الف مبروك.
ياسمين. لازم امشي، عندي شغله مستناني. بدي اشوفك بعد ما تخلصي. شوفك. لو سهل أحمد آغا، لو إنك مخبرني كنا جهزنا لك استقبالك. تفضل. أنا مالي جاي بزيارة خير شهر مرخانو، ما وفيت بعدك الحسيبة ورفضت البضاعة ورميتي ابنك على النار بإيدك، شو رح تعملي إذا سلمت السلاح للشرطة؟ مليت من تهديداتك الفاضية يا أحمد آغا، ابنه ما فيك تأذي هاي العيلة. شانور انتبهي، ابنك شو بيطلع قدام هالشي؟ يا دوب طعم صغير. ولو بنتي ما بتعرفي بهالحركات هي عم تولعي موضوع التار. اخر مره بقلك لا تخلي السلاح ينطق. روح اعمل اللي بدك اياه. اخي كان رح يفقد حياته مشان شغله المخدرات القذره اللي فوتني فيها، ودعيت كتير مشان ما نبتلي نحن بهالقذاره، قام ابن اخي صار الضحيه. وإذا بلش التار مين رح تفقدي هالمرة؟ ما فكرتي بهالشي؟ ماني غافلة، حسبت حساب لكل شي يا أحمد مورا. بعد اليوم ما ضل شي نحكي فيه بالمرة. عارف؟ بدي تلاقي لي رقم تليفون شخص وتجيب لي اياه بسرعة. الو، هلا سلم السلاح للشرطة فورا لنشوف مين اللي رح يحترق يا شانور. منشوف. طيب ما في مشاكل؟ نعم جيجيك. يا فوز انا متضايقة. شوفي صار شي معي؟ شو بيعرفني؟ الوضع بالبيت متوتر. صواش ما عم يفهم علي. الصبح لما شاف السيارة زعل. بكره بيتعود اختي. كيف بده يتعود؟ انا دايما ضايعه وكانه لازم انحاز لشي طرف. تشيك انا دايما جنبك، لا تنسي هالشي. بعرف. تشيك خانم نحن عم نستناكي على الاجتماع. ماشي انا لازم سكر. لازم تعرفه. احكي. احمد اغا عطاني السلاح. اي سلاح؟ السلاح يلي عليه بصمات مصطفى بلدار، وهلا عم يقول سلموه للشرطه. جيب لي اياه. امرك.
gelecek bir gün diyor. Gönül artık kapı duvar, o ben gibi sevmiyor. Bir değil, iki değil, niye diye soruyorum. Hak ettiğim bu değil, artık ondan korkuyorum. Kırılacak, dökülecek neyim kaldı? Elleri her şimdi eller aldı. Kırılacak, dökülecek neyim kaldı? Elleri her şimdi eller aldı. Dağ gibi, çınar gibi bilirdi herkes beni. Geriye sevmeyen bir kalp kaldı. Dağ gibi, çınar gibi bilirdi herkes beni. Geriye sevmeyen bir kalp kaldı. سواش بيك، اتصل السيد يشار من قسم المحاسبة، خبرني انه حسابات نهاية الشهر كلها مو نظامية. تعرف السيد محمد هو اللي كان عم يدققون. لازم نجهزها بأسرع وقت ممكن. جهزي لي قسم منها وجيبي لي اياها. وخلي يشار يحاكيني. تأمر. ايه ديلان. مرني. قولي لهم ما يلمسوا شي بمكتب محمد. بدي اشوف المكتب قبل ما يكبوا أي شي. حاضر. الو، اسمعني، اي شيء بيتعلق بمحمد جمعوا لي اياه وجيبوا له عندي، وبعدين لاقوا لي اياه. الو. نعم. الو يا فوز، انا شاهنور بلدار. تفضلي شاهنور خانم. في موضوع كتير مهم ولازم نحكي فيه انا وياك. اله علاقه بتشيك؟ لا، ما اله علاقه بتشيك. بنوم بلا ما نحكي على التليفون. انت فيك تيجي لهون؟ انا مو مرحب فيني عندكم بالبيت. ما في حدا بالبيت غيري انا، بناخذ راحتنا بالحكي. طيب أنا جاي. أنت
لازمك شيء؟ لا شكرا استاره. شوفي صاير شيء؟ ما بعرف. كيف كان الغداء؟ سيبقي انا عم بظلمه لسواش شيء؟ شو خطر على بالك هلا؟ بدي اياه يكون جنبي كل الوقت، ما بدي اياه يروح على هداك البيت ولعند مرته بنوب. بدي اياه يكون معي انا وعمر. اهدي شوي ياسمين، اصبري شوي وكل شيء رح يكون مثل ما بدك. ياسمين انا لازم خبرك شغله. شو هالشغله؟ يلا خبريني. بورا اجى لهون ومعه خبر بالصور كمان. بس ما تكون الصور وصلت لايده. لا بس طلب كوميسيون وانا ما طولت معه، اعطيته بعدين قلعته. لك والله انا اعصابي فرطت. نحن امتى بدنا نرتاح من هالمشاكل كلها؟ حتى قالت لي الاحسن انه يكون في حدا بحياته. همك؟ وانا استغربت كثير. طيب يا نزان خانم في حدا بحياتك؟ ايه طبعا في حدا بحياتي. مين هو؟ وانا بعرفه شي؟ شو هدول؟ اخذت موعد للزواج. موعد؟ طيب امتى؟ غدا. ما فيني بورا، ما بقدر اتجوز بهالطريقة. نازان انا ما بقدر، بعائلتنا ما بيسمحوا بهيك شي نهائيا، العشيرة فوق كل شي. واذا تزوجت بالسر رح ياخدوا باران مني. تفضل. تفضل لجوا. قال سلمت الشاب اللي عم بيضايق مصطفى للشرطة. اسمعي أنا ما كانت نيتي اتدخل بخصوصياتكم. تشيتشك دقت لي وحبيت ساعد، بس الواضح اني متخطى حدودي. بالعكس شكرا لك، انقذت ابني مصطفى من هداك المجرم. اخر مره شفته كان هالقد طوله. ما شاء الله عليه صاير شاب. شي طبيعي يغلط بهيك عمر، وانا غلطت بعرف غلطي كمان. السبب ما حبيت انه مصطفى يتورط بالمشاكل. والله يا ابني لسه في عنا مشاكل اكبر من هي بكتير، وانت الوحيد اللي ممكن يساعدني بحلها. يا فوز انت لازم توقف ابوك عند حده، والا رح يضحي بمصطفى وبعدين رح تبلش قصة الدار من اول وجديد. نازان أنا جدي، رح استناك هنيك حتى لو ما اجيتي. بخاطرك بورا. مصطفى قوص واحد بالغلط مو بقصده، وسلاح وقع بإيد أبوك. شو رح يعمل؟ شو المقصود؟ هاي شغلة المخدرات ضرت عائلتي وضرت ولادي وضرت كل شي حوالي. قلت له انت روح خلص حالك وانا ما بقى بدي اشتغل فيها بنوب. هلا عم يبتزني
على هذا السلاح موجودة بصمات مصطفى وخلدون كمان. وصواس في عنده خبر؟ لا، هو ما بيعرف شي بنوب وما بدي يعرف انك اجيت. لا تشغلي بالك بنوب. عم تفكري بصواش ما هيك؟ دخلنا بشغلة ما منا مخرج. حاسة الدنيا مسودة بوشي. شو صار بياسمين اللي كانت تقول صرنا نوثق ببعضنا؟ الثقة لوحدة ما بتكفي سيفقي، لازم يعمل أي شي لحتى تتعزز هالثقة. يعني على الأقل حابة أعرف قديش لسه بدي استنى. يا فوز، احنا خسرنا واحد، ومهمتك انك تنقذ ارواحنا اللي صارت بايد احمد مورا. لازم تنقذ العائلة من هالمصيبة. حط حد لابوك. مشان السلاح ما بعرف شو بدي اعمل بالضبط، بس اكيد رح امنعه يوصل للشرطة. تحسبا لكل الاحتمالات انا رح ابعت مصطفى على وقت. ما في داعي، بلا ما نعقد الامور اكثر، انتظري خبر مني. شكرا لك. يا عديم الأخلاق نازان، نازان أنت شي لهون؟ نازان لك أنت مصفر بكل عينك حاجة لهون؟ نازان شكلك نسيت حالك شو عامل؟ نازان ولع ولع حقت لك في إيدي. شو نوعك أنت؟ أنت مالك أم؟ نازان، نازان، أخي شو صاير؟ ليش اجيت؟ لا تقلقي تشيك، طمني ما في شي خطير. شاهنور خانم حكت معي، مثل ما قلت لك الصبح على التليفون، رح يتعودوا علي. انت لا تهتمي، يلا انا ماشي. ياسمين الوقت تأخر، إذا بدك خلينا نروح بكرة منكمل. معك حق، أصلاً راسي ما عم بجمع. يلا
الخير. مساء الخير ابني. وين خالي وعيلته؟ الكل بغرفهم. واختي وباران؟ صاير شي؟ لا ما في شي. اختك متضايقة شوي. خبروني صاير شي؟ ليش متضايقين؟ نازان شبك اختي باران. يلا خالو روح العب مع بيلين. يلا خالو. شو صاير؟ متخانة مع عمي شي؟ شو صاير؟ لك مو مكفيكن هالعذاب اللي دقته كل هالسنين؟ عملتوا كل شي بيقهرني، ابدا ما راعيتوا مشاعري. جبتولي تششك على هالبيت عروس، حتى هي رضيت فيها، بس لهون بيكفي سواش. المجرم عم يتفتل براحته جوات بيتنا. اختي هداك الموضوع حكينا فيه من قبل. لا مو هداك الموضوع، امك اليوم استقبلته ليفوز، شربوا قهوة وكانوا عم يحكوا بمسائل العيلتين. انا ما عاد فيني اتحمل هالعيشة بهذا البيت، ما عاد فيني، ما بقى حدا طايق يطلع بوش التاني. تشيك من بعد اذنك اطلعي على غرفتك. امي انت ما بدك تعالي؟ انتبه لألفاظك معي. يا فوز شو كان عم بيعمل هون؟ لا تحكي قبل ما تعرف الموضوع. امي لسه الصبح حكينا بالموضوع، ما قلت لك اذا عندك مشكله بتحليها معي؟ عشان تعملي لي مشاكل، ليش هيك عم تعملي؟ بكفي سواش. لما قررت اترك شغل المخدرات يا حزرك شو صار؟ احمد مورا اجى لعندي على البيت لهون وهددني بفتح قضية الدار من اول وجديد. شو رايك هلا سواش اغا؟ شو؟ الشخص الوحيد اللي ممكن يوقف أحمد مورا هو يافوز. إذا باب الدم رجع انفتح علينا ما حدا بيقدر يوقفه، ولا حتى أنت يا ابني. عادي تشيك. المرحوم أخي ترك لي أمانة. أنت وبتعرفي إني ما خنت الأمانة أبدا. بس نحن ما لازم نضل بمكان واحد، ما فينا نستمر هيك، هذا مو هو الحل تشيك. عم تفهمي علي؟
افتح الباب اشرف. ست نازان الوقت متاخر خليني وصلك. يلا اشرف افتح الباب. نازان خانم الوقت أشرف متاخر. اشرف افتح عم اقول لك فورا. يلا افتح الباب. افتحوا الباب. أنا سمعت أمي شو كانت عم تقلك. عطتك أمل وقت اللي أنا وياسمين تركنا بعض. لا تخليها تضيعك. لو سمحتي لا تخليها. ما بدي إياكي تتأملي فيني وما بدي زعلك. أنا فيني ضل أحميكي طول ما أنا عايش، بس ما رح نضل مع بعض. لازم نتطلق. شاه نور خانم بدي اقول لك شغله. شو في اشرف؟ ست نازان طلعت بسيارتها. شو يعني طلعت؟ لوين راحت بهيك وقت؟ ما بعرف. قلت لها بوصلك بس ما رضيت. طيب انت روح اشرف. الهم بسرعه روحي خبري سواش. لا تقلقي. ما رح اعمل اي شيء يعرضك للخطر. بس نحن ما فينا نتصرف بهالموضوع من عنا سواش. آغا شو في إلهام؟ الست نازان طلعت هلأ بسيارتها وراحت. راح وراها؟ وين بدها تروح بهالساعة؟ معلم تعال. شو ما كان السبب يكون شكرا. الرجال اللي بعشقه يعني ابوه لابني حبيبي متزوج وحده تاني. قال هاي العادات. شو هالعادات هاي؟ نيناتنا عم نحاول نتخلص من هالمشكله بس ما عم يطلع بايدنا اي شيء. مزبوط سواش في عليه مسؤوليات وهالشي مسكر عليكم. كل ما قربت منه اكثر بتمنى نعيش انا وياه مع بعض. شي طبيعي اني احس بهالشي ما هيك؟ بس كل ما تمنيته لهالحلم اكثر عم بتعب اكثر. بفهمك. في هنيك بيت عم يستنى وانتو ما بتقدروا تعيشوا فيه كعيله مثل العالم. رجع عقلك لراسك؟ رجع معلم. منيح. أشرف فيك ترجع لشغلك بس إذا مرة تانية. أبدا مستحيل معلم. احكيلي عنك انت. انا مشاكلي ما بتخلص بس بتمنى تخلص. شو مشانك انت وبورا؟ ابدا مثل ما قلت لك اخذ المصاري وراح. طيب هالشي فهمناه. قصدي ما تضايقتي لما شفتيه قدامك؟ شو حسيتي؟ شو صار معك؟ حسيتي طلع من قلبك؟ اذا بيطلع برتاح. حياتي كلها بتتغير بس مع الاسف ما طلع. ايه كانت طقت روحك من الفراغ العاطفي ومليتي. حسيت باحساس بشع وزعلت من حالي كتير كتير. بشع انك ما تعيشي مع الشخص اللي بتحبيه. بس اذا كان هالشخص طبعه وسخ
وقليل شرف وإنسان ندل. ما ممكن تتحملي، لهيك أرجوك أعطي لسوا شوية وقت، بيستاهل تنطري. فهمتي عليه؟